صباح جميل تكلله إشراقة الشمس وتزينه أنفاسكم الطيبة مشاهدين الكرام في كل مكان. جولة في أروقة الصحافة ونبدأها مع صحيفة الصباح العراقية نقرأ فيها: الأطباء يطالبون بحمايتهم وملاحقة مستهدفيهم. يثير استمرار ظاهرة اختطاف الأطباء من قبل عصابات إجرامية وعدم التصدي لها بصورة جدية قلقا لدى نسبة كبيرة من العاملين في المجال الصحي الذين دعوا الحكومة إلى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي دفعت بالكثير من خيرة أطباء البلد إلى الهجرة خارج الوطن خشية على حياتهم. استمرار هذه الظاهرة الخطيرة التي كان آخرها حادثة اختطاف رئيس قسم الكسور في مستشفى الكندي التعليمي الدكتور محمد حازم دفع بالأطباء وخاصة العاملين في مستشفى الكندي إلى القيام باعتصام نظموه داخل المستشفى محملين الجهات الحكومية مسؤولية توفير الحماية لهم. ومن الصباح ننتقل وإياكم إلى صحيفة المشرق ونطالع فيها: اعتصام الأساتذة يوقف الدراسة في جامعتي بغداد والمستنصرية. توقفت الدراسة يوم أمس الثلاثاء في جامعتي بغداد والمستنصرية بسبب إضراب الأساتذة في الجامعتين، وذلك بسبب إلغاء قانون الخدمة الجامعية وتخفيض رواتبهم بما لا يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ودورهم في بناء الدولة والمجتمع. وقال المصدر في رابطة التدريسيين العراقيين إن أساتذة جامعتي بغداد والمستنصرية أغلقوا قاعات الدرس ورفضوا التدريس مطالبين رئيس الوزراء بإلغاء التعديل الذي تضمنه سلم الرواتب على رواتب الأساتذة. وبين المصدر أن اعتصاما سيعم كافة الجامعات في العراق خلال الأيام القادمة إذا لم تسارع الحكومة وتعلن استثناء أساتذة الجامعات أسوة بالقضاة من سلم الرواتب. الجديد الذي عدته الرابطة مجحفا بحق الأساتذة الذين يمنحون مرتبات مجزية في جميع بلدان العالم. ومنها إلى صحيفة المدى والتي حملت في منوعاتها خبرا بعنوان: أوباما يستضيف المخترع المسلم الصغير في ليلة الفضاء بالبيت الأبيض. استضاف الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض الطالب المسلم أحمد محمد المعروف بالمخترع الصغير، والذي أثار اعتقاله من الشرطة الأمريكية بعدما صنع ساعة واعتقدت إحدى المدرسات بمدرسته أنها تشبه القنبلة. أثارت حملة تضامن واسعة معه، وحضر أحمد إلى البيت الأبيض للمشاركة في ليلة الفضاء التي ينظمها البيت احتفالا بالعلوم والتكنولوجيا والفضاء، ويحضرها طلاب وأساتذة وعلماء ومهندسون ورواد فضاء للتعرف على أحدث الاكتشافات في علم الفضاء وفق ما جاء على موقع البيت الأبيض. ومن الصحف العراقية إلى الصحف العربية، فقد أوردت صحيفة الراي الكويتية خبرا بعنوان: وكالة موديز تقول إن الكويت وحدها خليجيا لن تسجل عجزا في 2016. أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن جميع الدول الخليجية باستثناء الكويت ستشهد عجزا ماليا في 2016، مشيرة إلى أن منطقة الخليج ستسجل عجزا ماليا إجماليا يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2015 و2016 على التوالي. وفي مجال التطوير الطبي، فقد جاء في صحيفة البيان الإماراتية: زراعة أول جهاز سمع بجذع المخ في الإمارات. سجل قسم الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى دبي سبقا جراحيا كبيرا من خلال إعلانه عن نجاح أول عمليتي زراعة جهاز سمع إلكتروني بجذع المخ لطفل وطفلة في الثالثة من عمرهما. وكانت الطفلة الأولى تعاني من تشوهات خلقية شديدة في الأذن الداخلية على هيئة انعدام القوقعة والعصب في الأذنين،
والطفل الثاني كان يعاني من ضمور وتشوه بالعصب بالأذنين أيضا، مما يستحيل معه العلاج بالوسائل العلاجية العادية مثل زراعة القوقعة أو السماعات العظمية. وختامها مع النهار اللبنانية والتي حملت في منوعاتها خبرا بعنوان: حاولوا تهريب أكثر من 3 كيلوغرامات من المخدرات في معدتهم. أوقف 4 أفراد من عائلة واحدة من بينهم مراهقة في كولومبيا بعد العثور على 91 كبسولة كوكايين وهروين في معدتهم يزيد وزنها عن 3 كيلوغرامات. كانوا ينوون نقلها إلى جمهورية الدومينيكان وفق ما ذكرت الشرطة، ونقل 4 وهم جميعا من مدينة كوكوتا إلى المستشفى المحلي لإخضاعهم للتصوير بالأشعة، ما أظهر وجود 54 كبسولة مطاطية من الهروين و 37 كبسولة كوكايين في معدتهم، من بينها 24 كبسولة في معدة المراهقة. وأوضحت الشرطة أن مجموع أوزان الكبسولات يبلغ 2077 غراما من الهروين و 1217 غراما من الكوكايين، قد تصل قيمتها إلى 100,000 دولار في أسواق أمريكا الوسطى. انتهت الجولة الصباحية في عالم الصحافة، شكرا لحسن المتابعة، نلتقي على خير.